في شير البرنامج الذي نطوف من خلاله على أبرز حملات مواقع التواصل الاجتماعي، نرصد التفاعلات، نجمعها ونناقشها. إلى العناوين. استهدفت الإمارات وهددت بقصف برج خليفة، ما ألوية الوعد الحق؟ لماذا اشتبكت قوات من الانتقالي وأخرى من العمالقة في محافظة لحج؟ حد الآن نطلب الله ونترجى في الله يطلعوا لي من تم. ريان طفل مغربي يسقط في بئر ويثير تعاطف العالم. أهلا بكم. مساء الأربعاء الثاني من فبراير هاتف وزير خارجية إيران نظيره الإماراتي، قال الأول للثاني: حضور إسرائيل في المنطقة تهديد لكل الدول. قال الثاني للأول: نلتزم بالحل السياسي في اليمن. أكد الإيراني: علاقتنا إيجابية وفي تقدم. رد الإماراتي: أبو ظبي جادة في تطوير العلاقات مع إيران. بعد ساعات من الاتصال ستعترض الدفاعات الإماراتية 3 طائرات مسيرة، سيتضح فيما بعد أن مصدرها العراق. يبدو أن الإمارات التقطت الرسالة وقالت في صحيفة العرب تلميح المسؤول الإيراني إلى خطر الكيان الصهيوني وما تلا ذلك من إطلاق مسيرات من العراق، يكشف عن الوجه الحقيقي لإيران التي وجهت، تقول العرب، تهديدا مبطنا إلى الإمارات ومن ورائها دول الخليج، ثم أمرت أذرعها في العراق بتنفيذ تهديداتها بهدف الضغط والابتزاز. بينما كانت وسائل إعلام سعودية ترجح وقوف الحوثيين في يناير 2021 وراء إطلاق مقذوفات نحو الرياض، كان فصيل عراقي حديث النشأة يصر على تبني الهجوم. ألوية الوعد الحق. مع نهاية الشهر نفسه هدد الفصيل بقصف برج خليفة الإماراتي بطائرة مسيرة. أبعد من ذلك نشر صورا افتراضية لتنفيذ هذه العملية. هذه الصورة انتشرت قبل عام من الآن، نشرتها ألوية الوعد الحق لعملية افتراضية لاستهداف برج خليفة، حددت حتى الطوابق التي ستصل إليها هذه الطائرة. لا ترى لهذا الفصيل غير بيانات منشورة على مواقع التواصل، ليس له نشاط معروف داخل العراق ولا قيادات ظاهرة، وسوى أنه يقف ضد تدخلات من يسميهم بأعراب الخليج في دول المنطقة، تؤكد تقارير إعلامية وقوعه تحت الإشراف المباشر لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. هذا معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يقول عن نوع التنظيم: جماعة واجهة تنفذ عمليات عسكرية حركية وعمليات خارجية ضد السعودية والإمارات. لم تصدر أبو ظبي أي رد على تهديدات هذا الفصيل السابقة، ولم يكن من المعتاد أو المتوقع أصلا أن تدخل فصائل عراقية على خط المواجهة المباشرة مع الخليج. ظن كثيرون آنذاك أن التهديد لم يكن سوى نوع من الحرب الإيرانية النفسية، أما الآن فقد وصلت طائرات مسيرة بالفعل من العراق إلى سماء الإمارات، ولا يبدو أن الحرب كانت تماما حربا نفسية. هذا البيان الأخير لألوية الوعد الحق، قال إن الألوية ستستمر بتوجيه الضربات الموجعة إلى أن ترفع الإمارات يدها عن التدخل في شؤون دول المنطقة، في مقدمتها اليمن والعراق. وزارة الدفاع الإماراتية لم يكن أمامها إلا أن تقول شيئا هذه المرة، أعلنت اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة وقالت إنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات. تحتاج الإمارات اليوم إلى الأسلحة أكثر من أي وقت مضى. الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة محتملة مع حليفتها. فرنسا ستقدم دعما عسكريا لصديقتها، أما إسرائيل فتتفاوض معها أبو ظبي لشراء نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية. هذا موقع The Times of Israel يقول إن بعد الهجمات الحوثية وارد أن إسرائيل تبيع أنظمة دفاع صاروخية لدولة الإمارات. التغريدات كثيرة. يقول عبد القادر الجنيد: الإمارات ثرية للغاية ومنفتحة ولا يمكن أن تخالف إيران جديا، وإيران قوية للغاية وقد وضعت الإمارات في الصندوق الذي تريده تماما. إيران، يقول، تحتاج الإمارات في أشياء كثيرة وهي تأخذ من الإمارات
ما تريده. فهد يقول: اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والإمارات لبحث أزمة اليمن. الإمارات ستبحث عن مخرج للتهديدات الحوثية على أراضيها، وإيران ستملي المزيد من الشروط والضغوطات. أحمد يقول: تحرك الإمارات الجديد في اليمن أثار قلق إيران من سقوط شيعة الشوارع أو شيعة شوارع اليمن مبكرا، فعمدت طهران لتوسيع حربها المباشرة مع أبوظبي عبر مخلفات شوارع العراق. الوية الوعد الحق العراقية الليلة تتبنى عملية استهداف الإمارات بعدة طائرات مسيرة. إبراهيم يقول: تبني ما يسمى بألوية الوعد الحق هجمات طائرات بدون طيارة على الإمارات مؤشر على أن الضربات وإن اختلف مصدرها لا تتم دون موافقة طهران، ناهيك عن كونها رسائل تصعيد بالوكالة. بات واضحا أن تهديدات أذرع إيران غير التقليدية في نمو في ظل قدرة ردع محدودة، هكذا يقول إبراهيم. إذا كان لديك شك في ضرورة صهر القوات تحت مظلة الدولة، فاليوم جئناك من لحج بالدليل ليطمئن قلبك. خلاف تجاري بين رجال أعمال من يافع والصبيحة تطور إلى اشتباكات بين قوات من لواء الدعم والإسناد التابع للمجلس الانتقالي، معظم أفراده من يافع، وأخرى من اللواء الثاني عمالقة، معظم أفراده من الصبيحة، جميعهم من محافظة واحدة. هذه هي مديريات محافظة لحج، من تبن باتجاه الضالع و أبين تتركز قبائل يافع، ومن تبن أيضا باتجاه تعز وعدن تتركز قبائل الصبيحة. تبن تقع في المنتصف وفيها كانت الاشتباكات. انتهت شراكة العمل بين علي الصبيحي وسالم اليافعي بخلاف على الأمور المالية. تدخل حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة لحل الخلاف. خلال فترة زمنية يحصل الصبيحي على مستحقاته من شريكه اليافعي، هذا الأخير لم يفي بالتزاماته فاعتقلته قوات من لواء العمالقة سابق الذكر. يقول المصدر أونلاين: كان خلاف قد نشب بين طرفي النزاع الرئيسي وهم شركاء علي الصبيحي وسالم اليافعي بعد تعثر اتفاق سابق بينهما عقب إنهاء شراكة العمل الذي كان يجمع الطرفين. تصاعدت الأمور، وثأراً لاحتجاز التاجر اليافعي اختطف أفراد من قوات الدعم والإسناد مدير مكتب قائد اللواء الثاني عمالقة محمد عبد القادر. بعد هذا سينشر أفراد من اللواء نقاط تفتيش في مديرية تبن لاعتقال من تثبت بطاقة هويته انتماءه ليافع. عند هذه النقطة ستندلع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، والنتيجة معروفة: قتلى وجرحى. هذه لقطات لآليات عسكرية تتحرك في تبن تابعة للصبيحة وفقا لمركز لحج الإعلامي. انتهت الحكاية بعد كل هذا التوتر، أو يبدو أنها انتهت بوساطة قادتها شخصيات عسكرية وقبلية أفضت إلى الإفراج عن المعتقلين وألزمت الطرفين بتسوية الخلاف المالي. ما كان لهذا كله أن يحدث لو أن كل القوات تأتمر بأمر الدولة وتستقبل تعليماتها من قيادة واحدة. يقول سالم النهدي: أبناء لحج يعتقلون بعضهم البعض بالبطاقة الشخصية وبرقم الهوية الوطنية للجمهورية اليمنية، وكلهم من أبناء محافظة لحج. إياد الردفاني يقول: الاقتتال والخطف حسب الهوية المناطقية نتيجة طبيعية لبناء ميليشيا مناطقية. أحمد سالم يقول: المشكلة في لحج ليست بين يافع والصبيحة، إنما هي مشكلة بين يافعي وصبيحي، وبسبب فساد وفشل السلطة المحلية وإدارة الأمن في لحج تطور الأمر وكاد أن ينجر الجميع إلى فتنة مناطقية. آخر الأخبار الواردة من الاجتماع يقول، الذي ضم عدد من القيادات العسكرية والمشايخ والوجهاء، تقول إنه تم إخماد الفتنة وأن اللجنة حسمت الأمر بالنسبة لهذه المشكلة. حمزة يقول: لأول مرة في التاريخ القديم والحديث تحصل مشكلة تجارية بين شخصين ينتميان إلى قبيلتين مختلفتين، فتتدخل فيها قوات أمنية وعسكرية ينتمي أفرادها إلى القبيلتين، وكل قوة أمنية وقفت مع صاحب قبيلتها. اللواء الثاني عمالقة ينتمي كل أفراده لقبيلة الصبيحة، وقف مع الصبيحي ونشر أفراده على الطرقات للقبض على أي يافعي. اللواء الخامس الذي ينتمي أفراده إلى يافع اشتبك مع طقم صبيحي يتبع اللواء الثاني عمالقة وقتل أحد أفراد، وهكذا وهكذا. أحمد ماهر يقول: ميليشيا مسلحة تتصارع بلحج والضحية المواطنين الأبرياء. أقدمت قوات مسلحة تنتمي ليافع باختطاف قيادي يتبع الصبيحة، ردت قوات تتبع الصبيحة بنصب النقاط على الخط الرئيسي واختطاف مواطنين
يتبعنا يافع لأجل هذه الفوضى والظلم المناطقي والحرب الداخلية. رفضنا مشروع الانفصال في الجنوب. فصل قصير نعود بعده لمواصلة هذه الحلقة. من صافرة البداية نراقب كل جديد في الرياضة اليمنية، نناقشها مع المسؤولين والمحللين والنقاد، نبحث عن حكايات أبطالها ومواهبها، نجول الملاعب العربية والدولية. الملعب، منصة الرياضة اليمنية. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من شير. عندما انتصف يناير الماضي أعلن جناح الانتقالي في الهبة الحضرمية ويتزعمه حسن الجابري فتح باب التسجيل لقوة قوامها 25 ألف مقاتل مهمتها تحرير الوادي والصحراء من القوات الحكومية. بعد أسبوعين من الإعلان بدأ بالفعل تدشين المعسكر. هذه الصورة لبعض الأفراد الذين حشدهم الانتقالي إلى المعسكر التدريبي الذي أعلن إنشاءه في وقت سابق. كان تدشين المعسكر بمثابة تحد للسلطة المحلية ومكونات قبلية وسياسية أعلنت رفضها لأي تجنيد خارج إطار الدولة، لكن عمر المعسكر في نهاية المطاف لم يتعد 4 أيام. بعد اجتماعه بقائد التحالف العربي فواز بن شويه أعلن الانتقالي تراجعه عن التجنيد لما قال إنه حفاظ على المصلحة العامة. هذا بيان موقع من الشيخ حسن الجابري جاء فيه الاتفاق على تأجيل جميع الإجراءات من تجنيد وتدريب في المعسكر حتى تكتمل الترتيبات الرسمية بين اللجنة والتحالف. ويقول البيان أيضا نظرا لما لم يسلم من حرص التحالف العربي على المصلحة العامة تم إصدار هذا البيان. وضع المجلس الانتقالي نفسه مرة أخرى في موقف محرج. قال عيدروس الزبيدي من قبل في لقاء متلفز ما معناه إن خطوات المجلس يحددها التحالف. اليوم يتراجع الانتقالي عن التجنيد تحت ضغط التحالف. يستغل ناشطون هذه المواقف ليؤكدوا أن الانتقالي مجرد أداة ولا يملك من أمره شيئا. أحمد يقول في كل قرار يصدره حسن الجابري في الليل يتراجع عنه في الصباح، وهذا دليل أن الرجل ضعيف وهو مسير بالريموت ويخضع للضغوطات سريعا. لكن على الخط الآخر نجد صالح بن حريز المري ثابت على مبادئه منذ انطلاق الهبة الحضرمية ولم يتراجع عن أي قرار اتخذه، متمسك بمبادئه، وهو ما جعل سلطة حضرموت تعتقل تعتقل بن حريز. عبد السلام باتيس يقول كما قلنا لكم حضرموت لن تكون إلا بصف اليمن الجمهوري بصف الدولة. الانتقالي في حضرموت يفشل في ملشنة أبناء حضرموت بعد دعوته للتجنيد بفتح معسكر خاص به في الوادي. أبو محمد يقول ما يحصل في لحج اليوم حذرنا منه أهلنا في حضرموت طوال 5 سنوات. هو يتحدث عن اشتباكات لحج، واليوم هم يشاهدون ما يحصل في لحج من اقتتال مناطقي بين تشكيلات مسلحة مناطقية لا تتبع مؤسسة عسكرية ولا تدين بالولاء لقيادة موحدة، كل قوة من منطقة معينة. أوقفوا هذا العبث وطبقوا اتفاق الرياض وادمجوا هذه الفصائل المسلحة ضمن وزارة الدفاع والداخلية اليمنية. خلال الساعات الماضية كانت
أعين العالم أو العرب بالأحرى تراقب خطوة بخطوة جهود إنقاذ الطفل ريان في شفشاون شمال المغرب، وتتابع كذلك التغطيات الصحفية. سقط الطفل في بئر ضيقة بجوار المنزل عمقها 30 مترا، اختفى فجأة عن الأنظار، وبعد البحث وجدت آثار أقدام صغيرة بجوار البئر فعرف مكانه. والدة ريان تدعو الله أن يعود ولدها إليها سالما. امبارح من نص النهار بقى لحد الان نطلب الله ونترجى في الله يطلعوا لي من تما حي يرزق يا ربي يا الحبيب، فرج عليا يا ربي وعليه تما تحت ديك التراب يا ربي يا الحبيب يا ربي يا الحبيب، ونطلبوا مع السلطان والوقايه المدنيه ربي الحبيب يقي لي مشي الطريق ديال الخير وينقذوا لي ابني يا ربي يا الحبيب. بدأت جهود الحفر بجوار البئر لإنقاذ الطفل في ظروف صعبة. تقع البئر وفق وسائل الإعلام على أرض هشة، أجبر هذا الجرافات على التراجع والتوقف أكثر من مرة خوفا من انهيار التربة. أضف إلى هذا قطر بئر ضيق، حفر فريق الإنقاذ عموديا على طول البئر ثم بدأوا حفرا أفقيا لمسافة 8 أمتار. هذه لقطات من عمليات الحفر. خلال فترة بقائه داخل البئر جرى إمداد ريان عبر أنابيب بالماء والأكسجين للحفاظ على حياته، وبين كل فترة وأخرى كانت الكاميرات تلتقط صورا للطفل تثبت أنه لا يزال على قيد الحياة. هذه لقطات سابقة لريان من داخل البئر. أو فاتحين الباب. الله غيم الباب. أو فاتحين الباب. الله غيم الباب. انتهى الحفر بالجرافات وكذلك اليدوي، ودخل فريق الإنقاذ لإخراج ريان. تفاعلات غير مسبوقة مع هذه الحادثة، ولا يمكن أن نختار من التغريدات إلا ما يتناسب مع وقت الحلقة. رفيدة ياسين تقول: مأساة الطفل المغربي ريان حقا حبست الأنفاس من الخليج إلى المحيط، لأن القضايا الإنسانية غير مقيدة بحدود الجغرافيا ولا تقاطعات السياسة. اللهم لطفك بريان وبأهله. بدرية تقول: الطفل ريان في غياهب الجب، لم يرمه أحد كما فعلوا بيوسف، لكنه سقط وسقطت قلوب الناس معه، ولم يلتقطه السيارة، ولكن هناك من يحفر بيده خوفا من سقوط البئر عليه. فلينقذك الله أيها الصغير العالق في الظلمة، وليوحد قلوبنا في إنقاذ الطفولة والإنسانية بعيدا عن بشر التجارة الساقطة. جابر يقول: الطفل المغربي ريان 5 سنوات، اجتمع كل العرب على قضيته والدعاء بالتفريج له والتمكن من إخراجه من البئر الذي سقط به. نحن أمة واحدة، الآمال والآلام واحدة. نسأل الله الذي حفظ يونس في بطن الحوت أن يحفظ ريان ويعجل بإخراجه سالما. نهاية هذه الحلقة من شير، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة. دمتم في أمان الله.